غادي نهضروا على الاجواء ديال الحج كيفاش مرات هذا العام. الحمد لله مرات في ظروف جيده، اللهم هذيك الاحداث اللي طرات في مباشره من بعد رمي الجمرات واللي اثرت في النفسيه ديال الحجاج، الموت ديال شي حجاج مغاربه والفقدان ديالهم لحد الان مازال ما لقيناهمش، هذا الشيء اثر شي شويه في النفسيه ديال الحجاج. ولكن على العموم الاجواء العامه اللي مرت فيه المناسك ديال الحج ديال عام 1436 كانت ظروف جيده، والاستقبال لا لهيه لا هنا كان مزيان الحمد لله على العموم. اللهم كاين الناس شي شويه كيتشكاو، ما عمرك غادي ساتيسفي الرغبات ديال الجميع بطبيعه الحال، ولكن على العموم الظروف كانت مناسبة جدا. الناس عجبهم أن تلقاو معونات غذائية هذا العام ليس على غرار السنوات اللي فاتت، عجبهم الحال. شنو آخر؟ التنظيم كان مزيان. اللهم في الفندق كاين شي الناس كتشكى شي شويه من بعض المسائل اللي من التنظيميه، ملي كي شي واحد كيكون عنده شي مشكل عباد الله كتعاون، هو بطبيعه الحال هذا هو المغزى الاساس ديال الحج، ان الانسان تآزر وتعاون وتشد بيد اللي عنده شي مشكل ويتعاونوا باش انه يتجاوزوا هذاك الخلاف وهذاك المشكل اللي عنده. هذا هو المغزى ديال الحج، التعاون والتآزر، والحمد لله الناس كانت متعاونه. اللهم بطبيعه الحال كيكونوا شي حالات اللي شي شويه الانانيه كتبان، ولكن على العموم الناس مآزره، الناس دات المناسك ديالها في احسن الظروف كما قلنا، من غير هذاك المشكل اللي طرات اللي اثر في النفسيه ديال الناس. سكرنا المخيم فولكي، سكرنقيس المدار، سكرنقيس الزرابي، تهلا نقيقنا زعما الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. هذاك المقامن وراس خدا ديس نقيريت اللي هنك شماني كان الله اللي هنك تفوق هدا غي كان زعما كي الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. سيدي ربي هذا سميرا غي كان سيدي ربي بنادم يدا يبي البحور يبي الجبال يدا صغين هكا يزري المناسك نس لا في راسي ربي ويد صافي درت له حتى درت به سكر الحمد لله. الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا، تهلا فينا عطانا كل شيء الحمد لله، صيف فينا كل شيء الله يلا كل شيء. معكم الطاقم الطبي ديال مطار المسيره محمد حمزه المسيره باكادير، متكون من ممرض طبيب وتقنيسي امبيلونسي، وكاين الامبيلونس فاعل المكان، وحنا هنا 24 ساعه على 24 ساعه لتسهيل عمليه مرور ديال الحجاج الميامين، وهذا اول وفد كنستقبلوه من ديال الحجاج، وان شاء الله لحد الساعه راه لم تسجل اي حاله خطيره ولا شي حاجه، والحمد لله حنا هنا راه 24 ساعه على 24 ساعه لتمر العمليه في احسن الظروف ان شاء الله. الحمد لله نحن نعيش أجواء جد سعيدة لأننا عشنا فرحة قدوم الحجاج، يعني كان الشوق يحملنا، كنا جئنا إلى هنا بشغف. ثلاث حوادث متتاليه في الديار المقدسه، جينا باش نقول للناس اللي جايين على سلامتهم، على سلامه تقبل الحج ديالهم وعلى سلامتهم، لانهم يعني الناجون سموه بالناجون فسميتو بهذا سميتو ان شاء الله، وتمنوا لهم حج مبروك ان شاء الله لهم وجميع المسلمين ان شاء الله، ورحم الشهداء ديالنا الكرام يا رب العالمين. شكرا. Thank you.
الحمد لله قضينا واحد تقريبا شهر بالديار المقدسة، دوزنا المناسك في أحسن الأحوال، الأمور كلها كانت مزينة الحمد لله. كنا مع البيئة المغربية وفرت لنا جميع الظروف والتسهيلات اللي كانت في المتناول ديالها. وفيما يخص الحدث اللي عرفته الساحة، يعني فهو خلى واحد شوية الآثار في النفسية ديال الحجاج كاملين، بحكم أن منذ سقوط تلك يعني الآلة في الديار المقدسة، الناس الحجاج كلهم كانوا كيحسوا كيشعروا بواحد النوع من الخوف. يعني من ذاك الوقت كان وقت ما تحركت شي حاجه كلشي كيتخلع كلشي كذا، وبالتالي فخلى واحد النوع من الارتباك في لدى الحجاج كاملين. بالاضافه الى ان حتى بالنسبه للتنظيم خلال هذه السنه لامسنا واحد النقص، يعني ما كانش تنظيم اللي هو بحال السنه الماضيه، بحكم ان احنا كنا في السنه الماضيه في الديار المقدسه كذلك. ربما سبب راجع للاشغال، لان كثره الاشغال بالليل وبالنهار اثرت نوعا ما، بالاضافه الى اغلاق بعض الابواب، وكذلك يعني السطاح اللي كان كيتسع واحد المجموعه من الحجاج العام تميز بانه تسد، وبالتالي فكان الاكتظاظ في واحد المنطقه اللي هو معروفه وكيعرفها الجميع، في حين انه كاين المناطق اخرى اللي هي بعيده شي شويه ولكن هي كتبقى فارغه، الحجاج كيتاجر واحد البلاصه بوحدها. هذا ما خلى واحد النوع من يعني تجمع في واحد اللحظه في واحد الوقت وجيز. المهم المناسك الحمد لله راه دازت في احسن ما يرام. الحدث ديال مينا انت هو خلى واحد الاثر اللي هو سلبي لدى كافه الحجاج، ولكن النقطه اللي بغيت نشير لها هو ان الحجاج ديال المدينه تاردن الحمد لله كلهم سالمين، يعني ما سجلناش ولو حاله واحده، بينما الحجاج ديال مدينه اكادير كانت هناك حالات اللي هي المهم قليله معدوده، بينما العدد اللي هو كبير سجل في الجاليات الاخرى كالايرانيه والجزائريه وربما الباكستانيه، هذوك هما اللي كانت لهم الحالات. فيما يخص الحجاج المغاربه فكنظن انهم الحمد لله كلهم باستثناء كيف قلت بعض الحالات المهزوله، فالامور كلها دازت وتميزت بالنوع من اذا من السهوله، لان كنعرفوا انه الحج هو كيتميز انه الانسان خصو يكون صابور، لابد الانسان يعول على يعني يعول على الصحه ديالو، لان تما راه الانسان اللي ما عندوش صحه، وكنعاود ناكد عليها، الانسان اللي ما عندوش صحه لا داعي انه يمشي لتما، لان لاحظنا انه وتقال لنا باللي الملاحظه اللي تسجلت على حجاج المغاربه هو كيتميز بانهم كبار السن بالاضافه الى الاميه، وبالتالي يعني كنصيحه من يعني كنتمنى ان مستقبلا نحاولوا نداركوا هذا المشكل، هذا مشكل ديال السن، لان كنصيفطوا الناس اللي هما كبار كيمشيو تما كيتعذبوا، وكنصيفطوا الناس اللي هما اميين ما كيعرفوا والو، يعني كيمشي تما كيجلس في لوطيل ولا يعني لما قلتي لما سولتي واش دار طواف واش دار هادي واش هادي يقول لك انا ما عرفتش، يعني كانه معزول على العالم، وبالتالي فضروري الانسان اللي غادي يمشي تكون عنده صحه جيده ويكون يعني ياخذ واحد شويه من العلم واحد شويه يعني باش يمشي تما يحاول يهز راسو، ما يكونش عال على الاخرين. فمجموعه من الناس كيمشيو تما وكيتكلوا على البعثه هما واحد الناس اللي هما محدودين، العمل ديالهم محدود ومكلفين بمجموعه من الحجاج، ما يمكنش انه يعالج حاله بحاله، وبالتالي فكنتمنى مستقبلا يكون اعاده نظر في هذه الامور هذه. وكيف ما قلت وخلاصه القول فالحجاج ديالنا كلهم سالمين الحمد لله ديال المدينه تارودانت، والامور كلها دازت ببساطه، لازم نصبر لازم الانتظار، يعني هذه الامور كلها راح ياخذ عليه الحج بعين الاعتبار، ونفرق بين الحج والسياحه، لان كاين شي ناس اللي كيمشي تما كيحاول يطالب شي شروط او لا اللي هي كتمشي في اتجاه السياحه، كيطلب لك غرفه من شخصين كيصعب انا كتبيع عليه، كيطلب لك يسكن في ايطاج الاول جوج ثلاثه ما يمكنش، كيطالب لك انك الاوتيل يوفر لي الفوطه شامبان صابون الى اخره، هاد الامور هادي كيصعب انها توفر في مكه، في المدينه ممكن كنوفروها كتكون يعني الاقامه كتكون قريبه من الحرام، يعني بعض الامور كتكون الاوتيل تيكون مزيان كيكون مصنف، ولكن في مكه كنعرفوا انه واحد البقعه اللي هي صغيره جدا وكيتجمع فيها مجموعه من يعني من الحجاج في واحد الظرف اللي هو وجيز، وبالتالي فالحاج او الانسان المتوجه للديار المقدسه خص يكون عنده قبل ما يمشي ياخذ معلومات يسول يبحث، ونفرقوا بين الحاج اللي كنشوفوه في التلفزه والحاج اللي كنعايشوه في الواقع. والسلام عليكم.
شكرني قال لي يعني جنجم من سيدي ربي ورثني غوالي ولا ما كاتب من سيدي ربي يفتون نشكر ربي الحمد لله. الاجواء الحج الحمد لله تبارك الله ما شاء الله يوجد الخير يوجد اطمئنان يوجد الامان نشكر ربي الحمد لله كل شيء الامور زرين بخير اللهم لك الحمد. غرز دحي كان الاستقبال حماس المطارات الحمد لله ميدن غين تبارك الله ما شاء الله ولله الحمد نشكر ربي الحمد لله يجري كل الخيرات بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. قول لي قضى العمر هذه الحمد لله يسني راسي ربي قال غير اللي قال ضيوف الرحمن يريدنا الرحمن يسبرك نحمس المقامن ادقيني الجوار الحمد لله اللهم لك الحمد. قال الشهداء شهداء سول ندار سيدي ربي ورموت نعيش دائما نشكر ربي الحمد لله اللهم لك الحمد. تقريبا سالينا كنت في نوضه معكم في دار الجزاء مدير مختار مدير مختار مدير مختار كما كتعرفوا موسم الحج حكم الجزاء كانت الاداره ديال المختار مدير مختار والناس اللي كاينين معها كاع المصالح تقوم بجميع الاجراءات اللازمه لاستقبال الحجاج ديالنا من اليمين والديار المقدسه في احسن الظروف. وذلك اولا كنحاولوا تعزيز الشرطه يعني المراكز باش تدوز الميغراسيون وكذلك تسليم الامتعه خطوط الملكيه المغربيه كتقوم بالتعزيز ديال تسليم الامتعه وكنحاولوا ما امكن العربات اللي حمل الامتعه يكونوا بوفره باش كنديروا تسهيل عمليه مرور الحجاج ملي كينزلوا الطائره حتى كيمشيو للباركي وباش الاخوان اللي كيجيو كيتسناو الحجاج كنديروا لهم ان شابيتو خزانه على برا بما فيها المقاهي وفيها المراحل باش يتسناو تاعهم في ظروف مريحه. كنعزو المطار المسيره كيعزز الناس ديال العمال ديالو بالسكوت هما كشافه كيعاونونا في استقبال ومساعدة الحجاج لحمل الأمتعة ديالهم وإعطاء جميع ما يحتاجون إليه إلى الخروج إلى المقر. هذا العام الإحصائيات اللي كاينة عندنا تقريبا عندنا 9 رحلات مقسومة على تقريبا واحد 15 يوم عندنا تقريبا واحد 4000 حاج حاجة والحمد لله اليوم كاين جوج طائرات مرة الطائرة الأولى في أحسن الظروف الطائرة الثانية فيهم 450 في الطائرة الثانية هي راه في طور المعالجة لخروج الحجاج ديالها ونتمناو الحجاج حج مبرور وسعي مشكور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.